بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم حضرتك عمر وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين بكل رمحة ونفس عدد من وسائل الله. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما، افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما يهدنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه الى رب العالمين، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما احييتنا وتقبل ذلك منا. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وزوجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلمائنا وآل بيتنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على متن الغاية والتقديم للقرية الشجاع بشرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وزرعيه من فقه السنة الشافعية. وكنا بدأنا في جلستين سابقتين في أحكام الشفعة، وهي بسكون الفاء وبعض الفقهاء يضمها ومعناها لغة الضرن، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به وشرعت لدفع الضرر. والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة، أي خلطة الشيوع دون خلطة الجوار، فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره، وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم، أي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم كحمام صغير فلا شفعة فيه. فإن أمكن القسام كحمام كبير يمكن جعل الحمامين ثبتت الشفعة. والشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة كالعقار وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض، وإنما يأخذ الشفيع شخص العقار، شخص العقار للثمن الذي وقع عليه البيع. احنا واقفين عندهم، وكنا وقفنا الدور اللي فات في المثال اللي هو فيه ارقام، فانا ربعته، ولكن الشيخ ربعته في كتاب مغني المنتج للخطيب الشربيني، هو جاي المثال لكن بارقام مختلفه. فيبدو ان الشيخ ابراهيم يقول اراد ان يجيب المثال على نمطه ولكن يغير الارقام. فهو بيقول فلو كان الثمن 200، يعني ايه؟ يعني مشترى، اشترى الشخص مع حاجة تانية، يعني باعوا الشخص وحاجة تانية معاه بمبلغ كامل، حاجة منقولة يعني لا تسقط فيها الشفعة، يعني باع جزء يسقط فيه الشفعة مع جزء آخر منقول. يقول لك هنا ولو باع مثلا شخص وغيره كثوب بثمن واحد، اثنين مجموعة اثنين البيعة خلاها ليها ثمن واحد، أخذ الشفيع الشخص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة. فلو كان الثمن 200، افرض لما ده باع له 200 جنيه واداله ايه الشخص وثوب مقابل ال 200 جنيه، وقيمة الشخص هنا كاتبها ب 200 في المثال بتاع خطيب الشربيني، اي 80 مكان ال 200، وقيمة الثوب 20. هنا يبقى المبيع ب 200 لكن القيمة بتاعت الشخص أصلا 80 والعقد 20، كأنه باع له حاجة ب 100 ب 200، واضح؟ هو طبعا غير الأرقام. الشيخ ابراهيم بيقول عن كلام الخطيب الشربيني في موضوع المقتل. فال 80 بالنسبه لل 20 ايه؟ 4 اخماس.
يعني 80 لما تحط 80 الى 20 يطلع في الاخر ربع، يعني كاننا نقسمها الى 1 الى 4، يعني 5 اجزاء. كويس، 5 اجزاء، 4 اخماس عند 80 و5 عند 20. فكأن الشخص قيمته 4 اخماس الثمن. نرجع لل 200 بقى، لان هو باعه بالحكايه اللي بتساوي 100 باعه ب 200، فيبقى ساعتها ياخد الشفيع ايه؟ 4 اخماس ال 200، ياخدها ب 4 اخماس ال 200، 4 اخماس ال 200 تطلع 160. واضح؟ دي اللي احنا كانت عامل لنا اشكال في الارقام وكده تقريبا تبقى اتحلت. فهنصلح بس قيمه الشخص 80 مكان 200، ونخلي الثمن 200 زي ما هو، لان هو هيدفع 4 اخماس مجموع القيمتين اللي هي قيمه الشخص والثمن. ادي القيمتين اللي في المثال هنا هتبقى 200. قالوا فان كان الثمن مثليا، احنا واقفين هنا بيقول ايه بقى في الهامش؟ فإن كان الثمن مثليا كحب ونقد أخذه بمثله، كحب أو نقد، مش حب ونقد، يعني بواوهنا في التنوية، أخذه بمثله أو متقوما كعبد وثوب، يعني كعبد أو ثوب، أخذه بقيمته يوم البيع، وهي أي الشفعة بمعنى طلبها على الفور، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشخص بأخذه، والمبادرة في طلب الشفعة على العادة، يبقى هي حق يثبت على الفور، والفور يبدأ بعلم الإيه؟ الشفيع، فبمجرد أنه يعلم يبادر. طب افرض ما عرفش بعد سنوات طويله، يفضل ليه حق الشكر؟ لو ما عرفش سنوات طويله تفضل ليه حق الشكر، ويشتريها زي ما الثاني دفع ثمنها من 10 سنين، ملوش دعوه، لانه حقه كده. واضح؟ لانه كان في سفر او في حته بعيده ورجع فجاه لانه باع من 10 سنين ما حدش اخبره، ويثبت بالسفر ان هو معاه جواز سفر وكان موجود خارج البلد وهكذا. لكن هي تثبت على الفور بمجرد علمه. علمه ده لو كان مع العقد يبقى لازم على طول. طب افرض علمه ده تاخر عن العقد، يبقى له الحق طالما ايه؟ والمبادره تكون بالعرف، يعني مش في عز الليل يجيبه على الفجر يرفع القضيه الفجر، او بعد نص الليل يستنى ما يطلع النهار بعد ما القاضي يسكت، لان هم لا يروحوا يقبض على القاضي ويصحي انه ما ينفعش. يبقى لازم تكون هي على الفور ايه؟ على العاده المتبعه، العرف المتبع. افرض عارف يوم الجمعه والمحاكم قافله الجمعه والسبت، فراح بلغ الحد، يبقى كده على الفور، لانه هو عارف الجمعه، لكن بلغ الحد واول يوم فتح في المحاكم وهكذا. يبقى ايه؟ فلا يكلف، والمبادره في طلب الشفعة على العاده، فلا يكلف الاسراع على خلاف عدد بعدو يعني جارك او غيره، بل الضابط في ذلك ان ما عد ثوانيا في طلب الشفعة اسقطها، والا بل فان اخرها اي الشفعة مع القدرة عليها بطلت. يعني عرف واخرها وكان قادر ان هو يطالب بحق، وبعدين اخرها يبقى بطلت، بطل حق. ولو كان مريد الشفعة مريضا او غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو خائفا من عدو فليوكل إن طلب، وإلا فليشهد على الطلب. افرض في مكان بعيد مثلا، يبقى عنده وكيل يوكل، مفيش وكيل يشهد ناس في المنطقة البعيد فيها إن هو هيطالب بالشفعة بمجرد الدور ويمشي واخد بالك على هذا. كويس؟ فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر، أظهر القولين يعني. من إيه؟ من أقوال الإمام الشافعي. لأن الأظهر ده ترجيح إيه؟ أقوال الإمام مش أوله.
ترجيح أقوال وليس ترجيح الأول منسوبة إلى أهل الاجتهاد في المذهب، ودي الأول، والأقوال منسوبة للإمام الشافعي. ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفع على القول وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمين. افرض ان الشفيع كان راجل عامي مش دارس قانون ولا شرع، وما يعرفش ان حط الشفعة على القول اصلا، فتلكى وتاخر شويه، وهو اصلا مش من اهل القانون ولا اهل، يقوم القاضي يصدقه بيمينه، يحلف انه ما كانش يعرف ويصدقه ويسقط حقه. واضح؟ صدق بيمينه. واذا تزوج شخص امراه على شخص اخذه، اي اخذ الشفيع الشخص بمهر المثل، يعني انا مشترك مع واحد في نصف البيت، في نصف هذا العقار، فجيت تزوجت انا امراه وادت لها نصيبي في هذا البيت هو مهرها، فيجي الشفيع اللي هو الشريك القديم عايز ياخد النصيب بقيه الدار، بدل ما تخش شريك تاني ما يعرفوش دي الزوجه الجديده دي، واخد بالك؟ يوم في الحاله دي يديها ايه؟ مهر المثل. يديها مهر المثل. واضح؟ واذا تزوج شخص امراه على شخص اخذه، اي اخذ الشفيع الشخص بمهر المثل لتلك المراه، ولو كان بالخلع برضه يبقى ايه؟ بالخلع. وان كان الشفعاء، لان هو دوله مقابل المهر، يبقى هنا هنديها مهر المثل، يعني يعتبر ان مهرها يساوي، وهو اصله مش اهبل، هو هتلاقي الشخص ب 30,000 وهي مهرها 30,000 في الدوله، فهو مش اهبل برضه، لانه ما فيش حد اهبل في الدنيا، يعني مش هيبقى مثلا نصيبه في العقار ده 50,000 جنيه ويدوا لها المهر، والست دي مهرها اصلا 1000 جنيه، دي مهرها من عيله فياخدوا 50,000، هو ده نظام الجواز. اختها واخده 50,000، خالتها واخده مش عارف 80,000، عمتها واخده مش عارف، بنت خالتها، يبقى ده اسمه المستوى الوسط. مش حي دلوقتي في مهر 50,000 وفي كل حاجه، في كل حاجه تمام. تمن عربيه، هي ولا 50,000 دي حاجه ما تجيبش عربيه. صح ولا لا؟ يبقى ولا حاجه، الاسعار اختلفت. 5, 8, 10, 15 توصل، بتختلف على حسب الاسره. انت ممكن تتجوز واحده صينيه ب 1000 جنيه وقرص 100 جنيه ما يقدرش يعمل، لكن على حسب مستويات الاسر. واخد بالك؟ طول عمر الدنيا كده من ايام النبي لحد دلوقتي، ولحد ما يرث الله الارض ومن عليها. في اسر يقبلوا القليل لان هم اصلا مستوى حياتهم متواضع. وفي اسر ثانيه عايشين في اصول، ما ينفعش تاخد بنتهم تعيشها بمستوى متواضع. يبقى لازم تدفع الثمن اللي دي تعرف كمان دي تعيش في نفس المستوى بتاع ابيها. وهكذا. لو افترضنا المهر المثل وقيمه الشخص 50، هياخده هو ب 30 ويبقى كسبان الشريك، ويديها مهر المثل. مهر المثل اللي يحكم بيه القاضي عليه، يعني القاضي بيتحرى ويشوف مستوى الاسره ايه، ويشوف الاخبار ايه، ويحكم بيه القاضي. واضح؟ طالما ما نصش على رقم، يعني هو ادى نصيبه ده، قال لا ده مهر، قال رقم ما قالش رقم. يبقى هنا القيمه ما تعودش على الشخص، تعود على مهر الاسم، لان هو الدوله مهر. واضح؟ طب هو يوصف مهر الاسم يعني وقت الزواج ولا بعد وقت الحب؟ لا، وقت ما اداه لنا، ما هو زي وقت العقد، زي وقت البيع. مش كده برضه؟ ده المعد فعلا. طب يقول بقى المثال الاخير، وان كان الشفعاء جماعه استحقوها هي الشفعه على قدر حصصهم. افرض الشفعاء كانوا ثلاثه مشتركين في قطعه ارض افلاسا، وراح جاء واحد منهم باع الثلث بتاعه، يبقى الاثنين التانيين الشفعاء دول ياخد كل واحد نص هذا الثلث لانهم متساويين. افرض واحد منهم بيملك اصلا ضعف الاخر، يبقى ياخد ضعف دي والتاني ياخد الباقي، وهكذا. يبقى على حسب
نسبة التمليك بتاعه في هذا الشخص واضح على قدر حصصهم من الأملاك. فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر ثلثه، لأن تلت وسدس وسدس يبقى نص، مش كده؟ تلت وسدس نص والتاني ليه نص، أدي تلت سهلة. فباع صاحب النصف حصته، أخذها الآخران أثلاثا. الآخران ياخدوا إيه؟ ياخدوا اثنين على ستة، يعني ياخد تلت، واخد بالك ازاي؟ والتاني ياخد سدس. السدس ده بالنسبة للنص يبقى تلت، والسدسين بالنسبة للنص يبقى نص. فهمت ازاي؟ يبقى تلتين. فهمتني ازاي؟ وعلشان كده هو هنا وللآخر ثلث وللآخر سدس. فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثة. صاحب الثلث هياخد تلتين الشخص، وصاحب السدس هياخد تلت الشخص. سهله؟ وقس على ثلاثه. يبقى كده احنا كده خلصنا الشفعة. نقرا كلام الشيخ البيجوري في هذا الجزء. قوله: فان كان الثمن مثليا كحب، كان باع الشخص بعشرين صاعا من الحنطه مثلا، وقوله ونقد، كان باعه بعشرين دينارا او درهما، قوله أخذه بمثله، أي إن تيسر في دون مسافة القصر. لو كان الثمن مثلي وتيسر الثمن في دون مسافة القصر اللي هي حوالي 82 أو 84 كيلو، يبقى ياخذه بالمثل. كويس؟ لم يتيسر يبقى بالقيمة بقى. نرجع للقيمة. يعني مثلا بعيد عنه. ايوه، يعني علشان اجيب المثل ده لازم اسافر 200 كيلو. ادينا قيمته بس، خليك قاعد. فهمت ازاي بس؟ قالوا: اي ان تيسر في دون مسافه القصر والا فبقيمته. وقالوا: او متقوما، او افرض ان هو باع بايه؟ بمتقوم، يعني شيء له قيمه. ملوش مثل. يعني لو باع عبد مثلا، ده ملوش مثل، عبد مش هيبقى ليه زيه بالظبط من جميع المواصفات، السن والطول والقدره على العمل، ما يعرفش يجيبه ده من السوق. يبقى ده متقوم، يبقى العبد ده قيمته قد ايه، لكن ملوش مثل. ما حدش ده مثل الاخ، لا الاخ مثل اخيه ولا الاب مثل ابني، ما يعرفش. فهمت ازاي؟ فدي اشياء ملهاش مثل. ممكن اسمها متقومه. ممكن مثل التوأم. ايه؟ التوأم. لا لا برضه. لا لأنه ما تقدرش تقول إن ده عمره زي ده، أمراض ده حكيله زي أمراض ده، كفاءات ده ومكان وعقل ده زي عقل ده. لأن التوأم ده في الشكل بس. ده في الشكل. لكن مش في حاجات تانية. ففي ملكات أخرى لا تستطيع إنك أنت إيه تعرف، وعلشان كده تشوف قيمته إيه. واضح؟ فما تقدرش تجيب النسب. زي التوج المصنوع باليد، الهاند ميد ملوش مثل. الاشياء المصنوعه هاند ميد، يعني صنع يدوي، دي ملهاش مثل. يبقى لازم تدفع قيمتها لان ملهاش مثل. لكن الاشياء المصنوعه كده في المطبعه او في الميكنه في المصنع، دي ليها مثل. عربيه فيه زيها، لان المصنع بيطلع كله شكل واحد. واخد بالك؟ بخلاف زمان. زمان لما كان يعمل عبايه يقعد ايه؟ يعملها بيد. انا كان عندي عبايه بتاعت جدي الله يرحمه، دي كانت معموله مثلا باليد كلها، حتى السرفله معموله باليد اللي هي بتتحرك دي. هي نفس قماشها يعني مقصوص بطريقه معينه على مقاسه هو بالذات، مش جايبها كده صف عبايات يجيب اي واحده وكله زي بعضه، لا، دي حاجه بالظبط على قد فلان. واخد بالك؟ فدي الحاجات دي ما تبقاش ليها مثل، يبقى ليها قيمه بقى. نقول اه نشوف قماشها بكام، الصنعه بتاعتها تساوي كام، الزي اللي اتعمل ده يساوي كام، وقيمتها ويدفع قيمتها. خدت بالك؟ وقول او متقوما كعبد وثوب، كان باع الشخص بالعبد او بالثوب. وقول اخذه بقيمته، طبعا دلوقتي الثوب طالما دلوقتي بقت حاجات جاهزه بقى ليه مثل كتير. تروح تلاقي 20 30 بدله محطوطين كلهم من حته قماش واحده، ما
مصنوع بطون واحد بناس واحد كله زي بعض يبقى ليها اسم. لكن زمان ما كانش كده. فالمثال ده يليق بعصره اللي حفظ مستوي، لكن ما يليقش بعصرنا اللي هو عصر ابن كنعان. وقول عقده بقيمته اي بقيمه الثمن، وهو العبد او الثوب. وقول يوم البيع اي وقته، يبقى عقدته امتى؟ وقت البيع، وقت النكاح، وقت الخلع، كل حاجه حسب وقتها. وقول يوم البيع اي وقته لانه وقت ثبوت الشفعه، ولان ما زاد على فرض الزياده زاد في ملك البائع فلا يحسب على الشفيع. وعلم ان المراد باليوم الوقت ليلا كان او نهارا، يعني يوم البيع يعني يعني وقت البيع سواء بقى كان، يبقى يوم يوم معنى وقت مش بمعنى النهار بس، معنى الوقت بقى بالليل بالنهار ما تفرقش. ومثل البيع غير من نكاح او خلع او نحوهما، ولذلك قال العلامه الفقيه وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع ونكاح وخلع وغيرها. ولعل الشارع خص البيع لانه الاولى ولانه مناسب لكلام المصنف. ولو اختلف في قدر القيمه، طب افرض اختلف بقى ايه؟ اختلفوا في قدر القيمه. صدق الماخوذ منه بيمينه، يعني اللي باع الشريك القديم اللي باع ده القيمة كويس، وأنا قلت قيمة، أو الشاري الجديد القيمة، يصدق مين؟ يصدق البائع اللي هو الشريك القديم بيمينه كويس، لأنه هو اللي إيده على العقار. ولو اختلف في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه، قاله بويان. قول وهي على الفور، هي هنا تعود على الشفعة، على الفور يعني فور علم الشفيع، أي لأنها حق ثبت لدفع الضرر، فكان على الفور كالرد بالعين، بجامع أن كلا شرع لدفع الضرر، ومحل الفورية إذا علم بالبيع، ولو بإخبار ثقة حر أو عبد أو امرأة، لأن خبر الثقة مقبول. ولو أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي، ولو مميزا فأخر الطلب لكونه لم يصدق المخبر عذر، بخلاف ما إذا صدقه فلا يعرف. يبقى هو عرف الشفيع ده، عرف بالبيع من إيه؟ من إنسان صادق عدل مصدق أو امرأة صادقة جاله الخبر ده، يبقى يجب عليه إن هو يسافر. طب سمع الخبر من بعض الأطفال اللي يحتمل وهو ما صدقهمش يعرف، لكن لو صدقهم لا يعرف حتى لو كانوا غير صالحين للخبر. واضح؟ ولو أخبر الشفيع، ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة فبان أنه بخمسمائة، بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركها زهدا بل للغلاء، فليس مقصرا بخلاف عكسه. يعني اخبار الشفيع علشان يعجزوه وما يطلبش حقه، قالوا له لا ده البيع تم على 1000 وهي اصلا قيمه الحاجه دي 500، فما رضاش يطالب بالشفعة، قال طب انا هشتري حاجه ب 500 اشتريها ب 1000، واتطرح ان البيع تم من 1000 فعرف، يبقى لا يسقط حقه، لان هو لما ترك حقه في الشفعه تركها للغلاء مش لكوني ان هو زائد في الشفعة. واضح؟ بخلاف عكسه بأن أخبر بالبيع ب 500 فبان أنه ب 1000 فإنه يبطل الحق، بخلاف العكس البيع ب 500 وقالوا له إيه؟ فأنا أخبر بالبيع ب 500 وبعدين بان أنه ب 1000، واخد بالك إزاي؟ فإنه يبطل الحق الشفعة، لأنه إذا لم يرغب فيه فب 500 يبقى من باب 1000 وأولى، مش هيقبل في الأمن، يبقى يسقط حقه من الأول. واضح؟ يعني قال فيهم وقال مش 500؟ لا، يعني هو سمع بالبيع وإنه سمع بالبيع ده إنه ب 500 في حين إنه في الواقع كان ب 1000، فلم يطالب بالشفعة عشان هو راضي ب 500.
هو مش قادر. لا لانه مش قادر يدفع 500 مش قادر يدفع. فبان انه قال يبقى من باب اولى مش هيقدر يدفع الان فيسقط حقه. بخلاف العكس لو كان وصل له الخبر ان البيع 8000 وهو في الواقع ب 500 فهو امتنع فممكن يكون امتناعه هنا عشان تستغله. فلو عرف انه البيع تم بالاقل فلا يسقط حقه. فهمت الصوره؟ ويقتل حق البيع. يقتل البيع اذا كان لي حق الشفعه ما اسقطناش حقه هيدفع الثمن وياخذ ويحل محل الشريك الجديد. بس لو اسقطنا حقه خلاص يبقى الشريك الجديد هو اللي شال. واضح؟ ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه. افرض ان انا شفيعه انا الشريك القديم سمعت ان شريكي باع لفلان فلان ده جاري انا قابلته قلت له السلام عليكم وسلمت عليه او قلت له بارك الله لك في صفقه يمينك او مثلا قلت له هو البيعه تمت بكام يبقى مش معنى كده ان انا هل معنى الحاجات دي ان انا موافق ان سقط حقي ان انا مجرد سلمت عليه او سالته عن الثمن او قلت له بارك الله في صفقه يمينك ولا لا. فهمت بقى المساله؟ لان هو عايزين يبحثوا على القرائن اللي تدل هل هو غني ولا ما غنيش. فهمت؟ ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه او ساله عن الثمن او قال له بارك الله لك في صفقتك لم يقتل حقه لان السلام سنه قبل الكلام في الاولى ولان جاهل الثمن في الثانية قد يريد معرفته وقد يريد العارف به إقرار المشتري. يعني يحتمل ان هو عايز يعرف الثمن علشان يشوف يدفع ياخد شفعة او انه هو مجرد لمعرفة الثمن ومش عايز يشتري اصلا. تحتمل دي وتحتمل دي. فطالما بتحتمل يبقى ما سقطش حقه. واضح؟ ولانه في الثالثة قد يدعو للبركة ليأخذ صفقة مباركة. يعني لما يقول له بارك الله في صفقة يمينك كأنه بيقول له يعني ربنا عوض عليك. يحتمل انه يقول له الصفقة دي بارك الله لك فيها فموافق ويحتمل انه بيقول له ربنا يبارك لك في صفقة غيرها علشان دينا عقده. تحتمل دي وتحتمل دي وبالتالي ما يسكتش حقه. فاهم؟ كأنه بيطيب قدره قبل ما يدفع عن الدعوة. واضح؟ ولا بد من العلم بأن له الشفعة. لازم كمان الشفيع ده يبقى عارف ان من حقه الشفعه، لكن ابنه ما يعرفش ان اصلا دي حاجه اسمها شفعه. وبعدين بني اتضرب فقعد يشتكي في المساله دي ففين قابل محامي بعد شهور؟ قال له انت كنت لي ادام مضرور ليه ما اتخدتهاش بالشفعه؟ قال له يعني ايه شفعه؟ قام شرحه بقى. هو ما كانش يعرف يعني ايه شفعه اصلا. يبقى ساعتها ما اسكتش حقه. يبقى ساعتها لو رفع القضيه لان يعني الجهل. فما يسكتش حقه ليه؟ لان يعذر بالجهل. ليه؟ لان هذه المساله قد تغيب على كثير من العوام ما يعرفوها. القوانين بقى الوضعيه دلوقتي علشان طب المنازعات بتحدد مواعيد وقتيه. كان زمان القاضي القضاء اوسع من كده. يعني الضوابط كانت اقل. ليه؟ لان النزاع كان اقل. انما دلوقتي الحكومات بقت بتفصل في قضايا ب 80 مليون من 80 مليون مواطن. فلو سبناها كده مش هيلحق الاب يعمل حاجه. فيبقى من حيث التنظيم والنظام بقى يقول لك والله هو كان ليه يسال في خلال مثلا شهر، بعد شهر يسقط حقه. واخد بالك؟ الشرع اوسع من الايه؟ من التنظيم بتاع القانون، الشرع اصلا اوسع. بحيث ان لو جه الشرع في مجموعه محصوره نرجع للشرع. في مجموعه غير محصوره وهنطبق الشرع هيصعب على القضاء ان هم يطبقوا الشرع. من ساعتها نعمل نظام تنظيمي جديد يضيق على الناس الامور علشان يستطيع القاضي انه يفصل في القضايا ما تزيدش عليه القضايا كلها. واضح؟ هو يزود القضاء. ما هتزودهم منين؟ ما اصل عشان تزود القضاء عايزه ميزانيه ومرتبات وعايزه اماكن وعايزه شغلانه كبيره. يعني عايزه حاجات كثيره مش انك انت تزود عدد وخلاص. ده انت على الاقل تجيب له كرسي ومكتب. وعشان طيب ده انا بروح انا لوكلاء النيابه بلاقي يوم واحد على كراسي مكسره. وكيل النيابه واقع على كرسي مكسر ويدخل دور الميه الحنفيه ضربه. علشان يعرف يطن ما يعرفش.
هتجيب له بقى خضار بقين كمان هيقعد على اثنين على كرسي مكسر والشعب كده اللي دكتور. لا انا بقول لك يعني ايه اول سنه 40 و50 دلوقتي تمام. مش المساله بس ان انا ازود وخلاص، برضه ممكن اكون عندي عوائق مخليني مش قادر ازود دلوقتي، فهمتني ازاي؟ بس فلازم يبقى في ضوابط قانونيه تحكم بالامور. الشرع اوسع من الضوابط، لازم نعرف ان الشرع اوسع من الضوابط، وفي نفس الوقت لا يمنع من التضييق تيسيرا في المخاصمه ورفع الخصوم كمان. فهمت بقى المساله؟ انت بتدرس بتعرف سعه الشرع، عند التطبيق بقى بتشوف الواقع. ما ممكن الواقع ده يخليك تضيق السعه، تضيق الواسع علشان تعرف تطبق. واضح الكلام؟ يبقى مش شرط كل سطر تقراه لازم يطبق في الواقع على فكره، لكن ده بيبني فكره عقليه فقهيه. لكن من حيث بقى التطبيق في الواقع ده عايزه مساله ثانيه. يجوا بقى الناس اللي هم المشرعين القانونيين الكبار اللي ينظروا للواقع العملي ومن حيث العمل والاجراءات وقوانين الاجراءات ونظام الاجراءات وشغلانات طويله بقى ثانيه. يبتدي بقى ايه يختار المناسب من هذه القضايا. فيبقى ايه؟ يبقى مخ المشرع اللي هو بيضع القوانين والضوابط دي ينظر للواقع اكثر من الفقيه. الفقيه ينظر للاحكام، والمشرع ينظر للاحكام مع الواقع. واضح؟ فده ما ليه نظره وده ليه نظره. ممكن يخش في علم القياس لا، وممكن ما يلتزمش بمذهب معين كمان. يعني يدور على مذهب اخر يناسب هؤلاء الناس، ويتخير من مذاهب مختلفه ويعمل قوانين بحيث ما تقدرش تقول ان القانون ده ماشي على مذهب فلان، لكنه قانون شرعي. لان الراي ده قال به الحنابله، والراي ده قال به الشافعيه، وده قال به مش عارف وجه عند المالكيه، وده وجه عند الحنابله. يبقى كده هو سلطه، سلطه شرعيه لكنها كلها قيل بها. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه. وعلشان كده ما نقدرش نقول ان يجي واحد فقيه شافعي يحكم على القوانين المستعمله في الواقع العملي وهو فقيه شافعي، لانه قد يصطدم مع الواقع علشان لا يعلم الا الفقه الشافعي، ويتضح ان المشرع مخه اوسع منه، خد من مذاهب ثانيه. فهمت ازاي؟ فما تجيش زي بعض الشباب قالوا مثلا المذهب الحنبلي وبعدين نظروا القانون المصري فقال لك لا، دول المصريين بيحكموا بما لم ينزله الله، دول كفار. طب ما احنا بنحكم بالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي، وبناخد احيانا كمان حتى من مذاهب الجعفريه. مذهب الجعفري الفقهي بياخدوا بيه بعض زي وصيه للوارث، اخذ به القانون المصري، ولم ياخد بها الا المذهب الجعفري الشيعي. اخذوا بيه قانون بتاع عندنا في مصر. ايه رايك؟ يبقى المشرع اللي بيضع القانون ممكن يكون مخه ونظرته للشرع اوسع من نظره فقيه المذهب لمذهب معين. واضح الكلام؟ عشان كده ما نتسرعش. في شباب يقرا له كتاب فقه قد كده ويجي يقرا القانون يقول لك ده القانون ده لم ينزله الله، كليه الحقوق دي كفر. اوعى تخش كليه الحقوق. واللي اشتغل قال يبقى كافر، واللي اشتغل ده. وعملوا في ناس طوائف قالت كده. في ناس طوائف قالت كده، دي اللي ضيق الافق. فما ينفعش يبقى بهذا الطريق. يعني الامام السنوري اللي هو الدكتور السنوري اللي وضع القانون المدني في مصر، ده كان راجل فقيه حنبلي يجيد اللغه الفرنسيه وحافظ القران وعارف المذهب المالكي وكان يعرف المذهب الحنفي، وهو اللي صدر القانون المدني في العراق وفي مصر. وبعض البلاد العربيه مثلا هتجيب لي ده بقى وتحط لي قدامه فقيه شافعي؟ لا، ما يجيش، لا ما يجيش في ظروفه حاجه. فهمت ازاي؟ لان ده حاجه ثانيه، ده بينظر نظره واسعه ثانيه. بينظر للواقع، بينظر ازاي يطبقها وازاي قوانين الاجراءات، وليه علم ثاني فوق علم الفقه بكتير. فهمت ازاي؟ الصياغات القانونيه دي لوحدها علم ثاني غير علم الفقه. وصياغات الاجراءات نفسها القانونيه وازاي يعرض على المحاكم والحاجات دي كلها علم تاني غير العلم اللي بتاخده في كتاب الفقه. خد بالك، عشان كده كل واحد يحترم كل انسان ربنا اقامه في مجاله، وما يفسدش الظن بيه. مش يقول لا انتوا كفار، شو بيخالفوا الشرع الشريف. هو الشرع الشريف هو كتاب الفقه بتاعه، هو البيجوري،
هو الإمام البيجوري ده هو الشرع الشريف. الإمام البيجوري ده مصنف في فقه مذهب من مذاهب المسلمين التي لا نهاية لها، وليس هو الشرع الشريف. واخد بالك ازاي؟ ده أسلوب فقه، والشرع يستحمل الفهوم كلها. فلازم الإيه؟ الإنسان المقلد يعذر غيره ويعرف إن الشرع أوسع من مذهبه، لكن لا بأس إنك تدرس مذهب علشان تعرف الحس الفقهي إزاي وإزاي تتفرق، علشان لو ربنا طورك ووقفك في منصب من المناصب تقدر من خلالها دي العقلية المرتبة إنك أنت تنظر للواقع وتنظر للمذاهب الأخرى وتختار ما يستفيد به الناس، لأن أصل الشرع جاء لرفع الحرج وليس لتطبيق مذهب عين. فلو كان تطبيق مذهب معين أنت الحرج يبعد عن المذهب ده بقى دلوقتي، مش كده؟ برضه في عندي قواعد أساسية لازم تبقى في ذهني. وعلى فكرة بيقول لك ولابد من العلم بأن له الشفعة وبأنه على الفرض. القانون الوضعي لا، لو جاهل وفات وقت التقاضي او الاستئناف ما يقبلوش، خلاص القانون بتاعنا كده. عمل كده ليه؟ علشان يحد من القضايا المعروضه على القضاء، عشان يعرفوا القضاء يسرعوا في تحقيق العداله. فلو قال لا اعلم ان للشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك، او قال العامي لا اعلم ان الشفعة على الفور، قبل قبضه على المذهب. قبل قوله على المذهب يعني في قول مربوط في المذهب، واخد بالك ازاي؟ المذهب هو الرائح ايه في الطرق، في الطرق، طرق روايه المذهب، لان المذهب روي من طرق عديده، المذهب الشافعي روي من طرق عديده، الراجح في الطرق بيسموه المذهب. طب واللي مش واللي مرفوع يقول لك ما يقتلش خالص، الجاهل ليس بعذر، واضح؟ يبقى اتضحوا ان برضه القانون بتاعنا واخد بمذهب الشافعيه بس بالمربوط. شفت بقى ان القانون ممكن حتى ياخد بالمربوط، ياخد بالمربوط وهكذا. ومحل الفوريه ايضا اذا كان الثمن حالا، فان كان مؤجلا محل الفوريه برضو اذا كان الثمن حال يعني نقد. فلو كان مؤجلا خير الشفيع بين أخذه حالا مع تعجيله وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه. لو كان الثمن حال يعني دفع المشتري الجديد ده دفع الثمن مرة واحدة، يبقى يجب على الشفيع إنه يطلب به إيه؟ بالشفعة بسرعة عشان يديله الثمن ويحل محله. واضح؟ طب افرض إن المشتري ده مشتري بالأجل، هيدفع الثمن بعد سنة. طب الشفيع يعمل ايه؟ الشفيع هنا مخير انه يرفع الشفعه، واخد بالك ازاي؟ يثبت حقه الاول في الشفعه وانه يعجل بالثمن فيستلم في حال، او انه يؤخر الثمن ويؤخر الاستلام لما يجيب الثمن ويفضل في ايد المشتري كضمان. يبقى كان الشخص هيبقى بين المشتري كرامه لحين ما يجيله الثمن. واضح؟ فإن كان مؤجلا خير الشفيع بين أخذه حالا مع تعجيله وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه إن حل الأجل لموت المشتري. طب افرض إن الأجل مات المشتري، ما يحل الأجل إمتى؟ يا إما بموت المشتري أو بإن الميعاد كويس؟ ولا يلزم بالأخذ حالا، يعني نخيره ما نلزموش، ما نلزمش الشفيع نخيره، ولا يلزم بالأخذ حالا بنظير المؤجل من الحال، لأنه يضر بالشفيع، لأن يمكن هو لما يكون يخير فيختار الأجل ويقول لك أنا استلمه بعد ست أشهر، يكون ده ليه مصلحة إنه هيدبر المبلغ. المبلغ مش جاهز مع الوقت. فهمت إزاي؟ إنما لما أحكم عليه لازم تاخده حالا، يمكن أضر بالشفيع أعجزه، الثمن مش جاهز، وهو أصلا الثمن في العقد مؤجل. واضح؟ ولا يلزم بالأخذ حالا بنظير المؤجل من الحال، لأنه يضر بالشفيع إذ الأجل يقابله قسط من الثمن، ولو رضي المشتري بذمة الشفيع لم يخير على الأصح.
طب افرض ان المشتري اللي هو مشتري بالاجر راضي بذمه الشفيع، في الحاله دي الشفيع لا يخلف، يستلم عقده. خد بالك ازاي؟ لم يخير على الاصح، بل يتعين الاخذ حالا وبالمؤجل، يستلم دلوقتي ويدفع طالما هو راضي بذمه الشفيع. واضح؟ فإن لم يأخذه، فإن لم يأخذ حالا بطل حق. في الحالة دي بقى لو الشفيع رفض، ده أنت هتاخده دلوقتي وتدفع ثمنه للآجل، يقول لك لا لما حق الثمن. يبقى في الحالة دي سقط حقه بقى الشفيع. واخد بالك في الصورة؟ لأن الثاني المشتري ده راضي بذمته، مفيش مسوغ إلا يفضل في إيده. واخد بالك؟ قول أي الشفعة تفسير للضمير. وقول بمعنى طلبها، وهي أي الشفعة بمعنى طلبها، أي الأخذ بها بخلاف التملك فلا يضر تأخيره. قول على الفور، أي عقب علمه بالبيع كما علم من مضى. قول وحينئذ، أي حين إذ كانت على الفور. ما حينئذ التنوين ده تنوين عوض عن الجملة السابقة، سموه تنوين عوض عن الجملة السابقة. أي حين إذ كانت على الفور، يعني حين إذ علم كانت على الفور، كأن إيه التنوين ده مكان جملة علم. واخد بالك؟ وقول فليبادر الشفيع، أي فليسرع الشفيع في طلبها والأخذ بها، بأن يقول أنا آخذ بالشفعة. وقول إذا علم بيع الشخص، أي بخلاف ما لم يعلم به، فيبقى حقه في الشفعة ولو مضى سنون. يبقى الشفعية ما يسقطوش حق الشفعة ولو مضى سنين طالما لم يعلم. القانون بتاعنا ممكن يكون يسقط. واخد بالك ازاي؟ بعد فترة معينة خلاص نجي النظام بقى إيه زي ما اتفقنا، إن ده بيختار الواقع المناسب لتقاضي الناس. وقول يأخذه متعلق بقول فليبادر. وقول بأخذه، فليبادر الشفيع يعني بأخذه، متعلق بقول فليبادر. وإذا صار طالبا في الحال فلا يكلف الإشهاد على الطلب، فلا تبطل شفعته بتركه. يعني ترك الإشهاد، يعني إذا كان هيطلب حقه في الحال مش محتاج يجيب شهود. ده يجيب شهود لو كان إنه مش هيطلب في الحال عشان موجود في مكان بعيد. واضح؟ قال والمبادر، والمبادرة في طلب الشفعة على العادة. فلو كان الشفيع اللي العادة محكمة بقى، اللي من أصول المذهب بتاعنا إيه؟ العادة محكمة بالنسبة للأمور، نحكم العادة. ده كان في البلد الفلانية علشان، والمحكمة في البلد الثانية، المسافة بينهم أسبوع سفر. فجاء بعد أسبوع أدانا الخبر، يبقى ده مبادر. لأن عادة السفر من هنا لهنا أسبوع. واخد بالك؟ حضرتك العاده المحكمه دي يعني معنى العرف برضه تبع البلد في الامور الشرعيه التي لم يبين الشرع فيها حد او رقم معين، نقوم ننزل للعاده. نيجي مده الحيض في المراه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مده الحيض للمراه كذا يوم، الشرع قال حاجه فيها؟ يبقى العاده محكمه. نسال المراه عادات النساء لما بيحيضوا بيحيضوا كم يوم يا جماعه؟ ويبقى هو ده الحيض في الشرع. فهمت؟ اسمها العاده المحكمه. يعني الامور التي لم ينص الشارع عليها، لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ عند فقد الماء لك ان تتيمم. طيب العاده عند فقد الماء يكون في حدود قد ايه؟ كم متر؟ عشان اقول فقد الماء. يبتدي بقى يقول لك العاده. العاده بتختلف من مكان لمكان. كان زمان يقول لك لو مشي عشان يطلب الميه ويكون في مكان بحيث على ما يوصل له يخرج الوقت يبقى ده فاقد للمكان. طب كان زمان بيحسبها بالمشي العادي. طب والزمن بتاعنا يحسبها بالعربيه ولا بسياره ولا بسرعه الفرس ولا بسرعه الدراجه ولا بسرعه البسكليتة؟ ولو موجوده العربيه والمرور واقف وما يعرفش يوصل ويقعد ساعتين في العربيه مع ان المسافه قدامه لو بالعربيه 10 دقائق بس ياخد ساعتين، يبقى تختلف بالعاده المحكمه. فاهم؟ لو في مدينة مزدحمة غير مدينة فاضية، عندك عربية ولا عندك عجلة ولا عندك قمارة ولا بتقضي مشوارك برجلك؟
يبقى أقول فقد الماء يختلف من ده 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 حسب العيادة. فهمت؟ فحاجة أمثلة كتيرة، أمثلة كتيرة في الأستاذ. انقضاء العدة للمرأة مثلا المطلقة دي حيضات أو أطهار، العالم محكمة نشوف عادتها إيه ونقول عدتها تنقطع حسب عادتها، مش كده برضه؟ وهكذا في العادة محكمة في أمور كثيرة. هنا برضه نفس الحكاية، نقول له إن الشفعة على الفور، يعني الفور يعني إيه؟ يعني على حسب السرعة المعتادة، مش هطلب إن هو يعني يجيله بسرعة غير معتادة، واضح؟ يأخذه قول ومبادرة في طلب الشفعة على العادة. فلو كان الشفيع في الصلاة أو في الحمام أو في حال قضاء الحاجة، يعني يقطع صلاته ويروح يطلب الشفعة؟ ولا نقول كمل صلاتك؟ أصله بيصلي التراويح ورا الدكتور يوسف بيصلوا فيها أربع ساعات، ما أدريش حاجة، لأن عادتهم في المسجد ده بيصلوا أربع ساعات، بعد ما يخلص الأربع ساعات يروح يطلب الشفعة. يقول لك بس التراويح دي نافله، ما نافله نافله الصلاه، ما نقولوش بقى اعمل الفرائض بس، ما تعملش السنن، ما تختمش الصلاه، مش عارف ايه، واما تيجي تتوضا ووراك شفعه اعمل الفرائض بس، اغسل وجهك بس مره واحده، ايدك مره واحده، ما فيش داعي للمنبر ولا الاستنشاق، مش كده، مش كده يا جماعه، بالراحه على الفور بس مش كده. فهمت بقى؟ ادي عنده اسهال، عنده مرض وداخل الحمام، نقول له لا احزقها وروح وحط منبر واطلع. ما ينفعش الكلام ده، فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي ما ينفعش. في الحمام والصابون على وشه وعرف ان شريكه باع، يطلع بالصابون ولا يشطف نفسه ويتنشف ويلبس ويهيئ نفسه؟ دي كل دي معناها عدم حاجه. فهمت بقى المثال؟ فلو كان الشفيع في الصلاه او في الحمام او في حال قضاء الحاجه لم يكلف القطع على خلاف العاده، فله التأخير إلى فراغ ذلك، ولا يكلف الاقتصار بالصلاة على أقل مفسد، فله أن يستوفي المستحب للمنفرد لا الزيادة عليه، ولو كانت الصلاة نفلا مطلقا ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء، ولو كانت يعني الصلاة نفلا مطلقا كمان مش مقيدا بالتراويح، تراويح كبيرة مهمة لأنها هي سنة مؤكدة في رمضان، غير النفل المطلق اللي هو ركعتين لله كده مطلق. ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها، فإذا فرغ طالب بالشفعة طالب، فإذا فرغ طالب بالشفعة، ولو أن يلبس ثوبه ولو للتجمل، ولو كان في الليل فله التأخير حتى يصبح إن شق عليه الذهاب ليلا، وإلا بأن كان أميرا أو كان في ليالي رمضان فليس له التأخير، لأن الأمير كان زمان كمان لما يمشي في موكب ينوروا له السفر، وفي رمضان الناس منورين الطرق بالليل، فيبقى في رمضان ممكن يروح يبلغ البوليس بالليل في رمضان لأن الدنيا منورة أيامهم، يعني دلوقتي طبعا الدنيا منورة بالنهار وبالليل، ما بقتش عندنا إشكالات. دي أمثلة تناسب واقع الشيخ اللي بيقول، يعني بيقول لك ما يكلفش إنه يمشي في الظلام الدامس ويعور نفسه علشان هي اسمه مبادئ لا يستمع النهار يطلع. قوله فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته، تفريع على ما قال، وقوله بعدو أي جدو، يعني مش يقطع اللي إيه يأكل الإشارات بقى ويعمل غرز العربيات زي اللي بيعمله ويعمل حوادث على الدائري ويعمل لنا مش عارف، يقول لك أصل أنا الشفعة الفور عايز أشرب، يا أهم مش كده، يا أهم سوق الراحة وقف الإشارة وربنا يسألني وأما توصل طالب. فهمت؟ أبدا. وقوله بعدو أي جاري، وقوله أو غيري أي كركوب بل يمشي على عادته. قوله بل الضابط لذلك أي بل القاعدة في طلب الشفعة. وقوله أن ما عد توانيا أي تأخرا وتأنيا. وقوله أسقطها أي أسقط الشفعة أي في حقه، أي حقه فيها، يعني أسقط حقه فيها. وقوله وإلا فلا أي وإن لم يعد ثوانيا فلا يسقط. قول فإن أخرها أي بعد العلم بالبيع، وإلا فلا يضر كما مر. وقول أي الشفعة طلبها،
وقوله مع القدرة عليها أي أن لم يكن له عذر بطل، لأنه هو عالم وما عندوش أعذار وأخر الطلب، يبقى بطل حقه في الشفعة. ده إنه مؤذن كويس. قوله بطلت أي شفعته لتقصيره. قوله ولو كان مريد الشفعة، هذا محترز قوله مع القدرة. وقوله مريضا أي مريضا مرضا يمنع من المطالبة، لا كصداع يسير يعني محبوس في المستشفى هيعمل عملية، موجود في العناية المركزة مكسور وقاعد في السرير مربطين لحد ما الكسر يلتحم، يبقى خلاص بقى. إنما عنده شوية صداع وزكام وبتاع لكن بيتحرك، دي ما يسكتش حق. لكن لو مرض يمنعه يبقى معلش يسقط حقه، يبقى حقه يظل كمان. وقوله أو غائبا من بلد المشتري، أي ولو سفرا قصيرا بشرط أن يعجز عن الوصول إليه أو الرفع إلى الحاكم. وقوله أو محبوسا أي ظلما أو بدين معسر له وهو عاجز عن إثبات إعساره ببينه. وقوله أو خائفا أي على نفسه أو عرضه أو ماله أو غيره، يعني هو في مكان ما يقدرش يروح يبلغ القاضي حقه بالشفعة علشان ما يقدرش يسيب ولاده الصغيرين ومراته، علشان الوقت ده انتشر فيه الهجوم على البيوت وخطف الأطفال واغتصاب النساء، قاعد خايف قاعد حارس عرضه وأولاده وماله، يبقى معلش بقى لحد ما يستتب الأمن يبقى يروح. واضح؟ وهكذا. لو كان محبوس بحقه. لو كان محبوس بحقه. محبوسا أي ظلما. أو بدين معسر به وهو عاجز عن إثبات إعساره ببينة. لو محبوس بحق يبقى هيبلغ بقى في حبسي. يبلغ في حبسي. إدارة السجن يبلغ إدارة السجن يقول لهم باعوا نصيبي في أخويا باع نصيبه في البيت وأنا شريكه وأنا عايز النصيب ده. يبلغ إدارة السجن، وإدارة السجن تقوم بيها في المهم. تقوم بالإبلاغ والقضاء بتاعته ويطلعوا وزنهم. وقوله فليوكل أي غيره في الطلب، في الحالات دي كلها عن محل يعمل إيه؟ يوكل بقى، يوكل محامي، يعني الوقت في الزمن بتاعنا يوكل محامي، أو يوكل حد من أقاربه، أخوه، ابنه، زوجته، أي حد يقوم بإيه؟ بالمطالب. وقوله أي إن قدر أي على التوكيل، وقوله وإلا فليشهد. أي وإن لم يقدر على التوكيل فليشهد، وصريح ذلك أن التوكيل مقدم على الإشهاد عند القضاء. قول فإن ترك المقدور عليه من التوكيل، لأن عندنا القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، مش كده؟ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. إن تيسر التوكيل فيقدم عليك الشهود، واضح؟ إن تيسر لم يتيسر التوكيل وتيسر الشهود يبقى ياخد الشهود، لم يتيسر لا ده ولا ده لا يسقط حقه، واضح؟ فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر هو المعتمد. قوله ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على القول، وكذا لو قال لم أعلم أن لي الشفعة كما مر. وقوله وكان ممن يخفى عليه ذلك، أي بأن كان عاميا ولو مخالطا للعلماء، لأن ذلك مما يخفى على العوام. وقول صدق بيمينه أي ويبقى حقه في الشفعة. قول وإذا تزوج شخص امرأة أي أو خالعها. وقول على شقص هو بكسر الشين المعجم وإسكان القاف اسم للقطعة من الأرض والطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل اللغة. وقول أخذه جواب إذا. وقول أي الشفيع تفسير للضمير الفاعل المستتر. وقول الشخص تفسير للضمير أخذه، أخذ إيه؟ أخذ الشخص، الشخص تفسير للضمير المفعول البارز. وقوله بمهر المثل لتلك المرأة، أي لأن البضع متقوم فيدفع القيمة، وقيمته مهر المثل. ولا البضع مثلي، البضع مش مثل، البضع متقوم، فهم؟ مش مثل، وقيمته مهر المثل. ولو دفع لها الشخص متعة، يعني طلع ودفع لها متعة، فالشريك أخذه بمتعة مثلها لا مهر مثلها، لأنها الواجبة بالفراق والشخص عوض عنه. قال وإن كان الشفعاء، هكذا في بعض النسخ بلا واو،
وإن كان مش وإن كانوا، وإن كان الشفعاء يعني بلا واو كان واو جماعة يعني، وهو أولى. وفي بعض النسخ وإن كانوا الشفعاء بالواو على لغة كانون البراغيث اللي هو يجمع الفعل ويجيب الفعل يظهره، دي لغة نادرة عند المصريين بيستعملوها، يقول لك ضربوني الناس وضربوني الناس، لغة المصريين العامية اللي هي لغة كانون البراغيث دي ماشي، لكنها دي لغية مش فصيحة 100%، لكنها لغة من اللغات. وجاء وجاءت السنة به، الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم، جاءت في السنة حتى. يبقى هي فصيحة لكنها غير مشهورة. نقول فصيحة ليه؟ لأن النبي اتكلم بيها، طالما النبي اتكلم بيها هو أفصح الخلق، تبقى لغة فصيحة. وهي لغة ضعيفة، ضعيفة يعني ايه؟ مش غير فصيحة، ضعيفة يعني قليل استعمالها قليل. يعني انت تقول اكلاني البراغيث مش اكلوني البراغيث، قل ضرباني الناس مش ضربوني الناس، ظلماني الناس مش ظلموني الناس كده، لكن عملوا له اغنيه ظلموني الناس ظلموني وغنوا عليه الامر، واخد بالك؟ فنشروا هذه اللغه مش كده. وقالوا جماعه اثنين فاكثر، قالوا استحقوها حتى لو كان للمشتري حصه في الدار اشترك مع الشفيع في المبيع الاستوائي ما بيشترك، وصورة ذلك أن تكون دار بين ثلاثة أثلاثة، فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكين، كأن الشريك الجديد ده هو شريك قديم برضه، فهمت ازاي؟ لأن اشترى نصيب أحدهم، يقوم ياخد نصيب بنصيب إيه؟ نصيبه، والشفيع ياخد نصيب بنصيب منه، واضح؟ يعني يقتسموه على على حسب قسمة ايه املاكه، حتى لو كان للمشتري حصه في الدار اشترك مع الشفيع في المبيع الاستوائي ما في الشركه، وصوره ذلك ان تكون الدار بين ثلاثه اثلاثا، فباع احدهم نصيبه لاحد شريكيه فياخذ الشفيع وهو الشريك الاخر السدس اللي هو نصف الثلث السدس، ياخذ السدس ويبقى للمشتري السدس، كما لو كان المشتري أجنبيا. ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل ثم باع باقيها لآخر فالشفع للشريك القديم في البعض الأول لانفراده بالحق، ثم إن أخذه بالشفع فالشفع أيضا في البعض الثاني لزوال ملك المشتري الأول. وإن يعني خذ ذلك لما يبقى باع تلت نصيبه لمحمد والتلتين بعد ما باع تلت نصيبه لمحمد بقى عنده التلتين، بعدها بيومين راح بيع التلتين ليه؟ لعمر. كويس؟ يجي لك بقى ايه؟ الشريك القديم ياخد البيعه بتاعت محمد، علشان لان محمد بالنسبه لعمر شريك قديم، فلو باع عمر باع يسقط الشفعه لمحمد، فيقوم الشريك القديم الاولاني خالص يخلص محمد الاول ياخد نصيبه عشان تسقط الشفعه ليه وتسقط الشفعه عنه للتاني، وبعدين ياخد بعد كده النصيب التاني. فهمت الصوره؟ ليه؟ دي سهله خالص، سهله خالص. دلوقتي لما انا ابيع ربع ملكي لمحمد والثلاث ارباع ابيعه لعمر، فبعد ما بعت لمحمد لو عمر ده اتصرف محمد من حقه الشفعه، لان هو يعتبر قديم مش كده؟ لكن في الاقدم منه اللي هو النصيب بتاع الثاني، يقوم الثاني يبدا يطالب بمين؟ يطالب بحقه لمن حمل الاول، حق الشفعه بتاعهم عشان يجنبه، وبعدين بعد كده يمشي الثاني. واضح؟ عشان يثبت حق محمد الشفعه الثاني. بس سهل. طب ولو لو ثلاثه و في واحد منهم خلينا طب نخلص السوا فيه قبل ما تالف لي انت صوره جديده. عشان بس نخلص الشفعه النهارده، عايزين النهارده نخلص. ثم ان اخذه بالشفعه فالشفعه له ايضا في البعض الثاني لزوال ملك المشتري الاول، وان لم ياخذه بالشفعه بل عفى عن المشتري الاول شاركه في البعض الثاني لانه صار شريكا مثله.
قبل البيع الثاني، ولو عفى أحد الشفيعين ولو عن بعض حقه سقط كله. يعني لو أحد الشفيعين اللي هو الشفيع اللي هي محمد والشريك القديم الثاني، الاثنين عفوا عن حقهم سقط حقهم كله. ولو عن بعض حقه سقط كله كالقول وأخذ الآخر الكل. يعني إيه؟ محمد عفى عن الشفعاء، يبقى يسقط حق محمد لكن ما يسقطش حق الشريك القديم، مش كده برضه؟ سقط كله كالقول وأخذ الآخر الكل، أو ترك الكل ولا يقتصر على حصته لئلا تتبعد الصفقة على المشتري. ولو كان أحدهما غائبا تخير الحاضر بين الصبر إلى حضور الغائب لعذره في ألا يأخذ ما يؤخذ منه وبين أخذ الجميع. لأنه ما يكون مجموعة شركاء، واحد باع لغريب، هل انتظر بقية الشركاء عشان يثبت حقهم في الشفعة، ولا أنا آخذ البيعة دي كلها ولما يجوا الغائبين دول والله اليوم حبوا ياخدوا الشفعة ياخدوا نصيبهم بنصيب الكور؟ فهمت ازاي؟ فقال لك كده ايه؟ يتخير، ولو كان أحدهما غائبا تخير الحاضر بين الصبر إلى حضور الغائب لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه وبين أخذ الجميع، فإذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق له، لكن ما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة لا يزحمه فيه الغائب علشان كان في ضمانه. هو على ما يجي الغائب هيجي بعد شهرين ثلاثة، فما التاني استفاد بالحاجة دي فترة الشهرين ثلاثة؟ طب هو مش هيديله مقابل هذه الاستفادة؟ ليه؟ لأنها كانت في ضمانه. مش احنا قايلين كده إن الخراج بالضمان؟ مش الحديث كده؟ خراج بالضمان. وليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري. يعني ما ينفعش بقى الحاضر يقول لك أنا هشفع في حصة من المبيع قد نصيبي، والغائب اللي جاي بقى هو حر، ما ينفعش، ما يبعضش الصفقة. واضح؟ ولو لم يأتي، لأن المشتري كان شارك جزء ده كله. تيجي أنت تعمل شفعة تاخد منه سدسه، هو عايزه كله يا إما يتنزل عنه كله، لما تاخد سدسه كده تضر بالمشتري، فما تبعتش الصفقة على المشتري. بتطالب بالشفعة خدها كلها، واستفدت مع شريكك كمان. فهمت بقى المسألة؟ لو لم يأخذ الغائب معرفه، وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة إما بتعدد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن وبتعدد الشخص أيضا. فلو باع اثنان لواحد شخصا أو اشتراه اثنان من واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء طبيعة الصفقة على المشتري. هنا لما يبقى المشتري مجموعة يبقى ممكن إن أنا آخذ بالشفعة من بعضهم واترك كله، لكن لو مشتري واحد ما بعرفش الصفقة عليه. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ بالصورة الثانية. فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيد الصفقة على المشتري لتعدده، وكذا لو قال بعتك ربع الدار بكذا وربعها الآخر بكذا فقال فله أخذ أحدهما لتعددهما بتفصيل الثمن. قال له بيع لك ربع الدار ب1000 جنيه والربع الثاني ب5000 جنيه. يبقى ليه؟ تعدد الثمن وتغير الثمن كأنها صفقتين، يبقى ممكن تاخد أي واحدة فيهم في الشفعة. تاخد أنت الشفعة في الحاجة الأرخص وليك دعوة بالحاجة الأغلى، ابعد عنها إذا كنت أنت مش هتقدر تدفع الثمن الأغلى. فهمت؟ ليه؟ علشان هنا في تفصيل في الثمن. ولو باع شخصين من دارين في صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، لأنه لا يفضي إلى تبعيد شيء واحد في صفقة واحدة لأنهما شخصان، يعني نصيبين في إيه؟ في دار واحدة. ممكن يأخذ الشفعة أحد الأنصبة ويترك الباقي. قالوا أي الشفعة تفسير للضمير على قدر حصصهم من الأملاك، أي لأن حق الشفعة مستحق بسبب الملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة، وهذا ما صححه الشيخان. من الشيخان؟ الرفعي والنووي. لما نقول الشيخان يبقى الشيخ الرفعي والنووي، نقول الشيوخ يبقى الرفعي والنووي، يبقى كمان السلطة.
كويس. وهذا ما صحاه الشيخان وهو المعتمد، وقيل بعدد الرؤوس لأن الواحد يأخذ الجميع وإن قل نصيبه، يعني المقابل يبقى في وجه يقول لك اللي صححوا الشيخان قالوا إن هم بيشفعوا على قدر أنصبتهم مش بالتساوي على الرؤوس، فاهم؟ وكان الإسناوي خالف الشيخين وقال لك لا تحققها مع الرؤوس، لأن أي واحد فيهم ممكن كان ياخد بالشفعة الكل، فهم كلهم متساويين في طلب الشفعة يبقى يتساووا في الأنصب. فهمت كلام الإسناوي؟ بيرد على الشيخين. وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد، وقيل يبقى ده ضعيف يعني بعدد الرؤوس لأن الواحد يأخذ الجميع وإن قل نصيبه، واعتمده جمع من المتأخرين، اعتمدوا الضعيف ده وقال هو ده اللي بالمعتمد. كويس؟ حتى قال الإسناوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي كمان. يعني لو مشينا على بعض مذهب الشافعي هنلاقي إن ترجيح الشيخين بعيد عن مذهب الشافعي. مش ماشي مع قواعد المذهب، كويس؟ ده كلام مين؟ الإمام الإسناوي. قوله فلو كان لأحدهم إلى آخره تفريع على قول استحقوه على قدر الأملاك، وقوله فباع صاحب النصف حصته أي التي هي النصف، وقوله أخذها الآخران أثلاثا لو كانوا متساويين يعني، أي لأن حصصهما ثلاثة أسداس فتجعل الحصة ثلاثة أيضا. لصاحب الثلث ثلثاها ولصاحب الثلث ثلثاها، ولو باع صاحب الثلث حصته أخذها الآخران أرباعا لأن حصصهما أربعة أسداس، فإن نصف ثلاثة أسداس، فإذا ضم إليه السدس الآخر كانت الجملة أربعة أسداس، فتحصل الحصة أربعة أجزاء لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث واحد، ولو باع صاحب الثلث حصته أخذها الآخران أخماسا لأن حصصهما خمسة أسداس، إذ النصف ثلاثة أسداس والثلث ثلثان، يبقى ثلثين وثلاثة يبقى خمس أسداس، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان. كلها عمليات رياضية سهلة لما تيجي تحسبها تلاقيها دي ماشية. كده يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله الشفعة، ونقف في أحكام القراءة. احنا كنا صححنا منتبهي قلنا ان الثمانين، لكن المثال ده غيره الامام البيجوري عن كلام الخطيب في مغني المحتاج. المغني المحتاج يقول البيع بمية مش بمتين وما قالش يدفع 160 كمان عشان ما فيش مضاعفة. هنا بقى قال لك ان البيع الثمن 200 وان الشخص 88 والعبد 20، كان باع ابو 200 باعه 100 باعه 100، فاحنا مش هنحكم على 100، هنحكم على نسبة ال 80 بالنسبة لل 20 عشان نديله من ممنوع ثمن المبيع، فيبقى يدفع 160. والله تعالى اعلى واعلم. في سؤال ثاني يا جماعه؟ الحمد لله الامثله انتهت والحمد لله رب العالمين. بالنسبه لحد الشفعه يعني لو كان مثلا الثلاثه من سواهم متساويين، واحد فيهم مثلا باع نصيبه كله لشخص منهم، هل الشخص الثاني ان يطلب بالشفعة؟ طبعا. ما بس احنا المثال اللي انت بتقوله ده عن اما يبقوا ايه ثلاثة شركاء اثلاثا وجاء واحد منهم باع، يوم يجوا الاثنين التانيين ده ياخد نص التلت وده ياخد نص التلت، نص التلت يعني ايه؟ يعني السدس. ده ياخد سدس وده ياخد سدس. يعني هو باع لاحد الشفعاء، يعني الشريك الثاني الشريك اللي ما باعلوش ممكن ياخد من الثاني ده بالشفاعه، واخد بالك ازاي؟ بس بقدر نصيبه، يبقى هياخد السدس بره، ويبقى الثاني زاد على نصيبه سدس زائد التلت الاولاني، فهمت؟ يبقى كانه باع عنده نص،
بدل ما كان يبقى عنده التلتين يبقى عنده النص عشان هو اشتغل طبعاً. هو مش من حقه ان يستلم الا لما يدفع، مش من حقه يستلم الشفعة الا لما يدفع، واخد بالك؟ الا التاني لو قبل بذمته، لو قبل بذمته خلاص يستلم على طول. الله تعالى اعلم. لو كان الشفعة بمستوى بمعنى ان الشفيع يأخذ من نصيبه من شريك القتيل بصلح ليس بهذا الشبه بالصالح. طب ما مش حلو دلوقتي خلاص، الله ما فيش نزاع، ما طالما في صلح ما فيش نزاع، يبقى ما نقفل الكتاب. احنا بنتكلم الكتاب ده ما يبقى فيه نزاع، انما يفرض هو اصلا موافق انه يبيع له او ما يبيعش، او يدخل عليه شريك اخر، او يبيع بمليون وهي اصلا ثمنها مش بمليون، موافقين يا عم خلاص. لا يحل مال المسلم الا بطيب نفس، لان استقرار بطيب نفس ما فيش اشكال عنه. ايوه. وانا لو الشريك القديم معهوش ما يكفي لشراء الشمس، بس هل له ان يشترط الرضا عن المشتري؟ هيفضل يثبت حقه في الشفعة، هيفضل المشتري الجديد ده ايده على اللي اشتراه لحد ما الشفيع يوضب المبلغ ويديه له ويقوي طلبه، او الشفيع ان المشتري ده يقبل ذمته فيسلمه عنه. واضح؟ لكن هو مش من حقه ان هو يطرده، ما يديلوش الفلوس، واخد بالك ازاي؟ ويقعد فيها ويعني له بقابله، ما ينفعش، لان الثاني دفع خلاص. اسأل الله تعالى أعلم. أيوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.